صفقات، خلينا نبدا بارقام اليو بادجي اخر المنضمين للنادي الاهلي. اليو بادجي يمكن هو في ارقامه، احنا هنتكلم في الدوري ودوري ابطال افريقيا عشان تشوف تاثير نجاح اي صفقه، بتتكلم في الدوري بتتكلم في دوري. هو لاعب ما لعبش اساسي خالص بادجي، حتى الان في الدوري المصري لعب مرتين بديل ب 60 دقيقه بس، يعني لسه ما كملش 90 دقيقه. مسجل هدف وصنع هدف، ليه 3 محاولات على المرمى منهم 2 صح، 3 عرضيات، وفاز بحماه هوائيه. اذا تقدر تستنتج من الارقام دي ان هو لسه حتى الان في الدوري ما بداش اساسي، ولكن هو يعتبر مؤثر بالنسبه لعدد الدقائق اللي لعبها. لعب 60 دقيقه بس، مسجل هدف وصنع هدف، ومميز بحته الالتحامات الهوائيه لان هو محطه. تمام. وكمان ميزه صفقه بادجي بدات تبان في دوري ابطال افريقيا لما فايلر اعتمد عليه في مباراه سان داونز اللي هي اللي هناك، عشان حته السرعات وحته الطول وحته القوه البدنيه. وهو بصراحه عمل ماتش كويس جدا حتى في مباراه الذهاب لما نزل ونزل وكان تغييره وحصل على ركله جزاء. يعني لو استعرضنا ارقامه في دوري ابطال افريقيا هنلاقي ان هو لعب 4 مشاركات في دوري ابطال افريقيا. دايما اللاعب بتحكم عليه تحديدا كمان في افريقيا الصفقه الجديده. لعب 3 مرات بديل، مره اساسي، حصل على ركله جزاء. نسبة الفوز بالالتحامات الهوائية، نركز في الرقم ده قوي، 67%، رقم كبير. هو مسته في الالتحامات الهوائية والمراوغات الناجحة 50% من مراوغاته. بيروح على الجون نص محاولة في الماتش الواحد كل 90 دقيقة يلعبه، وبيصنع نص فرصة. دقة تمريراته 63%. إذا بادجي يعتبر مهاجم واعد جدا، ولسه كمان جاي، يعني من أرقامه إن شاء الله لما يبقى ياخد في الدوري، وأعتقد إن هو جاي. وكمان الاعتماد عليه في دوري أبطال أفريقيا بيأكد نجاح هذه الصفقة كبدايه. احنا شفنا حتى هدف اهو في بيراميدز لما ديانج لعبها له، وهي جت في ده يعتبر الهدف الوحيد اللي جابه في الدوري حتى الان مع النادي الاهلي. واعتقد ان هي مؤشرات كويسه جدا، لسه برضه ما تقدرش تقول ان هو نجاح كامل، ولكن المؤشرات بتقول ان هو صفقه مميزه او واعده للنادي الاهلي ومبشره بالارقام وبالحالات الفنيه اللي احنا جايبينها. اعتقد ان هي صفقه مبشره وواعده جدا للنادي الاهلي. طيب محمود كهربا، محمود كهربا واحد من الصفقات المميزه جدا للنادي الاهلي. هقول لحضرتك على ارقام مميزه جدا.